نروح لتجربة مختلفة، وبرضه هي طبعا احنا مستمرين فكرة هذه الحلقة الخاصة وأوائل الثانوية العامة من السنوات اللي فاتت. تجربتنا النهاردة هي من أو مع أوائل الثانوية العامة سنة 2019، واحد من أوائل الدفعة دي في شعبة علم رياضة كان اسمه يوسف التهاني. يوسف دلوقتي مقيم في ألمانيا وبيدرس هندسة الطاقة وتحديدا دراسة الطاقة المتجددة. خلينا نشوف بقى يا ترى يوسف بعد 4 سنين من مشوار الثانوية العامة ايه اللي ناوي يحققه في مشواره العلمي ويعمل ايه دلوقتي. هنعرف كل التفاصيل دي من يوسف اللي موجود معانا على التليفون. يوسف صباح الخير عليك. صباح النور يا فندم. صباح الخير يا يوسف من ألمانيا بقى. صباح النور، عندنا بدري ساعة هنا. طب يوسف خليني كده في البدايه بقى، يعني انت تجربتك مختلفه، يمكن احنا كنا بنتكلم مع اوائل الثانويه العامه سنه 2022 وهم موجودين في جامعه مصر المعلوماتيه، موجودين هنا، مجالاتهم ليها علاقه بالتكنولوجيا والاتصالات والذكاء الاصطناعي وما الى ذلك. انت مجالك مختلف شويه ومجال مهم جدا جدا كمان دلوقتي، يعني عايز اعرف منك فكره ان انت تسافر وان انت تدرس مجال زي ده، اكيد كان في تحديات واجهتك، ازاي قدرت ان انت تواجه التحديات دي وازاي تفوقت؟ في البدايه بالنسبه للمجال، انا دراستي انا التحقت بالجامعه الالمانيه الدوليه، ده كانت اول دفعه تدخل الجامعه الالمانيه الدوليه، ودخلت قسم هندسة الكهرباء الكتريكال انجينيرنج بالتحديد اوتوميشن اند كنترول، وحاليا بدرس اكتر اتجاه الكنترول في مجال الطاقه المتجدده زي ما حضرتك قلتي، مجال الرياح. اكيد المجال مش جديد قوي في مصر او متخصص اكتر في مصر، وده كان احد اسباب برضه ان انا دخلت الجامعه الالمانيه لانها بتوفر الفرصه دي، وكان سبب اكتر ودافع اكتر ناحيه السفر، ناحيه السفر بره، لان الجامعات البارتنرز بتاعتنا في المانيا كانت بتعرض المجال ده، وكمان المنح من الجامعه الالمانيه سهلت فرصه السفر او ما خلتش الماديات عائق قدام السفر، فمشينا مع احلامنا. هاي ربنا يوفقك. وكلها احلام مشروعه. عاوز اعرف بقى منك، يعني ايه التحديات وايه الطموحات والاهداف اللي انت حطيتها قدام عينيك علشان خاطر تقدر اللي انت تحقق اللي رسمته لنفسك؟ والله يا فندم، من بعد الثانويه العامه ودخول الجامعه الالمانيه كان في هدف كبير، وهو السفر لالمانيا والدراسه هناك، طبعا فرص احسن في الحياه وفي الشغل وفي كل حاجه، وطبعا الهدف ده مش هتقدر مركز عليه طول ال4 سنين، لازم تصغروا الاهداف اكتر عشان تقدر تحققها، عشان تقدر تبقى ملموسه بالنسبه لك. فبالتالي هدف السفر اصبح هدف ايه اللي وصلني له، ان هو ان اكون اول على دفعتي، لان الجامعه بتدي منح للاوائل، وبعدين عشان اكون اول على دفعتي لازم احافظ على تفوقي في كل المواد بتاعتي. فابتديت اللي هو يعني السفر ما هو الا وسيله لتحقيق الغايه، يعني ايه السفر ما هو الا وسيله لتحقيق الغايه بتاعتك او هدفك الاكبر يعني. اكيد طبعا. طيب يوسف، احنا بنقول ما شاء الله انت خدت المنحه ده بسبب التفوق، يعني انت وصلت ما شاء الله مراحل التفوق في الجامعه وكنت بتطلع كمان من الاوائل، بس قول لي بصراحه كده، يعني عاده لما بندخل الجامعه في الاول كده ممكن يبقى في دروب بسيط وبعد كده بنرجع بقى تاني فوق، حصل معاك الدروب ده ولا لا؟ هو حصل يعني تحديات، ممكن في بعض المواد كانت صعبه شويه، بعض المواد ما كانتش هي المواد اللي انا بحبها جدا، لكن بشكل عام انا حافظت على مستوايا في كل سنين الجامعه. طب ما شاء الله، بس برضو انا يعني حابه اعرف منك اشمعنى التخصص ده تحديدا، يعني واحنا بنتكلم عن الطاقه المتجدده ليه اخترت التخصص ده والمجال ده تحديدا؟ بكل بساطه لان ده يعني مجال جديد في المستقبل، العالم كله ماشي يم الطاقه المتجدده والتخلص من البترول والمصادر الطاقه القديمه عشان تلوثها للبيئه، فلازم تكون مواكب مع الترندز الجديده في الدنيا، وكمان الجامعات اللي معانا في المتخصصه معانا البارتنرز مع جي اي يو كانت فيها ناس كتير متخصصه في المجال ده، ومنهم السوبرفايزرز اللي انا شغال معاه دلوقتي حاليا. نعم.
تعرف انا عاجبني فكره اللي انت عامل ابديت لنفسك وشايف الاتجاه رايح فين او الترندر ماشي ازاي، وبتبتدي اللي انت تطور نفسك عشان تقدر يعني تواكب هذه المتغيرات. في دايما ناس بتقول يا يوسف ان الثانويه العامه مش نهايه رحله التفوق، ودايما حتى اذا اي انسان صابوا نوع من انواع الاخفاقات في يعني محطه الثانويه العامه لسه المستقبل موجود، والنجاح في اي مشوار تقدر اللي انت تحققه من اي مكان انت بتبقى موجود فيه. شايف ده ازاي وبتتفق مع المقوله والناس دي ولا لا؟ طبعا بتفق مع المقوله. اول حاجه ان مفيش مفروض ما يبقاش في اي مرحله هي نهايه مرحله الانسان. طول ما انت عايش، طول ما انت موجود في الدنيا، مفروض يبقى في اهداف جديده كل يوم، مفروض بتسعى لحاجه جديده كل يوم. الثانويه العامه ما هي الا تقليل للاختيارات اللي قدامك، او تقليل للاختيارات اللي قدامك مش اكتر، سواء باختيارك الكليات اللي انت كنت عايزها، او لو ما حصلش نصيب ورحت لدايركشن تاني. لكن في النهايه ما هياش نهايه الدنيا. لازم الواحد يكون عنده عقليه ان هو يكون منفتح، انه يقبل التغيير، ويكون عنده مرونه انه يتعامل مع الاختيارات المتاحه له، ويطلع باكبر مكسب ممكن. ولو ما فيش اكبر مكسب ممكن يبقى اقل خساره دايما. طيب يوسف ناوي تعمل ايه؟ يعني ناوي ترجع هنا؟ ناوي تكمل بره في المانيا؟ ايه الكارير باث، او ايه اللي انت الخطه اللي انت ناوي تعملها بعد كده؟ حاليا في المستقبل القريب يعني انا ناوي اكمل الماجستير بتاعي هنا في اوروبا، وعلى الاقل اكتسب خبره فتره معينه، وبعد كده اشوف لو ظروفي اتحسنت بقت احسن تسمح لي ان انا ارجع مصر. تمام، لقيت في فرص تانية هنا موجوده اكتر اكتر، بس انا متجه اكتر يمت ان انا اقعد هنا، الحياه هنا اكتر عاجباني. طب ربنا يوفقك. بس خليني قبل بقى ما اختم معاك هسالك سؤال. حلقه النهارده فاكر يوم عفوا يوم نتيجه الثانويه العامه، فاكر مين جابها لك؟ فاكر كده ذكرياتك يوم النتيجه؟ يوم نتيجه الثانويه العامه انا فاكر في يوم نتيجه الثانويه العامه تقريبا ابن عمتي كان جابها لي، ووقتها جالي جري على البيت وخرجنا في الشارع. كانت فرحه كبيره جدا، وعدى فتره برضه، بس هو كان يوم جميل طبعا. طبعا اكيد، بس واضح ان وشه حلو عليك كمان ابن عمتك، يعني احنا بنحييه. بعته يجيب لك اي نتيجه بقى على طول. محتاجين ابن عمتك في حياتنا. يوسف انا عندي بس سؤال اخير سريعا كده، الكليه انت اللي داخلها بمزاجك ولا البيت عندك كان ليه قرار؟ لا خالص، انا بالعكس، انا حتى البيت كان في ميول يم الكليات الثانيه، لكن انا كنت مفضل الجامعه الالمانيه. عارف كده البيت زي اي بيت في مصر، اللي هو انت ليه يا ابني تدخل الكليه دي؟ ده مستقبل ما نعرفوش يعني لسه يعني. ودي نقطه مهمه ان حضرتك اتكلمت عليها. بالنسبه لاولياء الامور، حضرتك طبيعي ان دورك انك عايز توجه ابنك او بنتك للطريق الصح، لكن في النهايه دي هي حياته. حتى لو هيختار اختيار غلط، اديله الفرصه انه يغلط الغلطه دي بنفسه، بدل ما يختار حضرتك تختار له اختيار غلط ويفضل يعيش طول عمره ندمان فيه. بكل بساطه ادوا المساحه للاولاد انهم يختاروا بنفسهم عشان يعيشوا حياتهم هم. صحيح. نشكرك طبعا يوسف إيهاب التهامي، خريج كليه الهندسه بالجامعه الالمانيه الدوليه للعلوم التطبيقيه، ومن اوائل الثانويه العامه دفعه 2019 شعبه علمي رياضه. بنشكرك جزيل الشكر، واتمنى لك يا رب التوفيق ومزيد كمان من التفوق.